ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكر الله عز وجل فيها عذاب الكفار، ثم ذكر في خاتمتها ما أعده جل وعلا للمؤمنين والمؤمنات، وأن مناط ذلك كله قائم على الخوف منه وإنزال مقامه جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنته. وأما قوله جل وعلا بعد ذلك بالآيات ومن دونهما جنته، فليس المقصود إلا أنه العلم عند الله أن ذلك الذي خاف مقام الله له أربع جنات، جنتان عاليتان وجنتان دونهما، فالمخاطب والمملك تلك الجنات مؤمن واحد ومن دونهما جنتان. ثم ختمها جل وعلا بقوله، ختم السورة بقوله: تبارك اسم ربك